قطار الفساد بالوطن العربي قطع محطات الحكومات والدوائر الرسمية لحتى وصل لنواة المجتمع مثل الجامعات، المدارس والأكاديميات. قصص أنه النساء تقدم تنازلات مشان يستمر عملها. للأسف هذا الشيء دليل أنه في فساد كبير بلش يضرب المجتمع. قبل سمعنا بقصة الدكتور بجامعة الفرات السورية اللي كان يستغل طالباته بمواضيع معيبة كرمال زيادة علامات. خبرنا اليوم من المغرب بنحكي فيه عن قصة أكبر، وكان الفساد في أيادي أكثر. قضية مانا جديدة، كانت دائما مشكلة كبيرة للطلاب المغاربة العاجزين عن إيقافها. انعرفت القضية باسم الجنس مقابل النقاط، اللي وراها دكتور بيدرس بجامعة الحسن الأول سطات اللي هي بمدينة سطات، كان بيبتز الطالبات كرمال كم علامة زيادة لبعض المواد أو مساعدة بمشروع التخرج. ما وقف على هون، كمان وصل فيه الأمر أنه يتقرب حتى على بعض أمهات الطالبات اللي بيستغلهم جنسياً، على أنه بيجبر بعض الطالبات أنه يروحوا على دكاترة أصحابه. القصة تقريباً من سنة، والبنت لطالما كانت خايفة أنه تحكي أو تبلغ للدكتور أو عن الدكتور خوفاً من خسارتها الحياة الجامعية، خاصة أنه هذا الدكتور كان بيتمتع بنفوذ عالي داخل الجامعة. حتى تجرأت البنت ونشرت أكثر من 12 فيديو بلا صوت، ونشرت المحادثات اللي كانت عم بتتم بينها وبين الدكتور. وأخيراً تم توقيف الدكتور على التحقيق وحبس للدكاترة احتياطياً كانوا كمان مشاركين معه. وبكل قصة وقت تنحل لازم يكون في بطل، وهي القصة كان بطلها شاب بالجامعة كان واقف بوجه الدكاترة المتحرشين، وكان في له دور كتير كبير بفتحهم وكشف ملابسات القضية. ولكن الشاب للأسف تم مهاجمته من قبل بعض الدكاترة بالجامعة ومن بعض إداريها اللي حاولوا يدمروا له مستقبله الجامعي ويعني يضروه حتى بحياته الشخصية. وطبعاً ببلادنا العربية الشرطة والتحقيق بعمرهم ما كانوا بخدمة الشعب، كانوا دائماً مع صاحب النفوذ والقوة. بدل ما يتم تكريم هذا الشاب بسبب دوره بالقضاء على أكبر فساد بتاريخ هاي الجامعة، كان العكس تماماً. الشاب خاطر بحياته لحتى يهرب لأوروبا عن طريق الهجرة بقوارب الموت اللي في بحر ابتلع آلاف الشباب الهارب من فساد الحكومات. حبي وجه رسالة أخيرة لقاها كافية لحتى يفهمهم أنه حقه رح يرجع يوماً ما. خلونا نشوف الفيديو سوا. سوري جنات حسن أول طلعت ليه؟ سوري جنات حسن أول طلعت ليه؟ المغاربة تفاعلوا بشكل كتير كبير على هاي القصة وعلقوا عليها، فكتبوا: وما أكثرهم في كل الكليات، جولة قصيرة واستفسار بسيط بكلية الحقوق المحمدية وستسمعون العجب العجاب. أما آدم فعم بيقول: ماذا عن النقط مقابل المال؟ ماذا عن النقط مقابل السلطة؟ ماذا عن النقط مقابل الهوية؟ ماذا عن جامعة مراكش؟ أما ليلى فطلبت كمان التحقيق مع الطالبات وقالت: إن كان الأمر كذلك وجب تقديم الطالبات للمساءلة، هن راشدات ومشاركات طوعا في العملية، تراهن مش قاصرات. وأحد التعليقات كانت يعني: كل من هب ودب أصبح أستاذ جامعي، والقليل من هو أهل لذلك، لذا فلا تعجب أن يحدث هذا وأكثر منه.